بسم الله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يعطيكم العافية أثر. رح نشرح لكم الآن محاضرة الكلينيكال. طبعا معروف عن هاي المحاضرة بالغالب بتكون يعني ماخذ موضوع، يعني بأغلب السيستمات ماخذ موضوع بتحكي عنه هيك بشكل كلينيكال مش بشكل بيسك، لكن الفكرة هون هاي المحاضرة الأفضل تخلوها بعد ما تكملوا كل المواد، فرح تلاقوها كثير سهلة وتخلص على السريع، لأنه هي أصلاً تكرار لكل الحكي اللي حكيناه بالسيستم. تمام؟ فهي بالأغلب الدكتور مراد ما رح يجيب لكم سؤال بيسك زي الأشياء اللي رح تلاقوها موجودة بالسلايدات، يعني حكي السلايد مبين، شرح الدكتور مبين، حكي السلايد ما بيجيب لك الآن إنه مثلاً البنكرياس بتكون من كذا، شو الخلايا اللي بتفرز مشان الديابيتس، ما بيجيب هاي الشغلات الحفظ. هو بده يجيب لك كيس بالأغلب حيكون كيس له علاقة بحالة هايبوثايرويدزم أو هايبرثايرويدزم، ذاكر لك فيها الأعراض، وبالأغلب هيك رح يجي السؤال إذا في سؤال أو سؤالين عن الموضوع. يعني حتى إحنا بالإنترو، هي إنترو كانت، ما كان معتبر إنه إحنا لساتنا حدا قد إنه ينكتب له أسئلة، فبعتقد وعدورنا كانت الأسئلة سهلة، فالمفروض تكون أسئلة سهلة إن شاء الله عدوركم. تمام؟ فما تعملوا سكيب للمحاضرة وادرسوها. هلا بالبداية نحكي عن السريع، طبعا رح تلاقوا إنه هاي المحاضرة هيك سريع سريع سريع، رح أحاول ما أطول فيها مشان نقدر نفيد فيها أكبر عدد. هلأ الـ endocrine system include the endocrine gland and their hormone، فيها شيء الـ function of endocrine system is to secrete the hormone بالـ bloodstream، يعني معلومة جدا جديدة ولا فيها شيء. hormone هم عبارة عن chemical messenger target specific group of cell in order to cause the group in order to cause the group of cell do some activity or stop doing activity. فبيجي هذا الهرمون على الخلايا اللي راح يشتغل عليها، إما بيحفزها تعمل إشي أو بثبطها عن إنها تعمل activity اللي بتعمله. هلا الإندوكراين gland are ductless gland، فهو أصلاً شوف وجه الاختلاف بين الإندوكراين والإكزوكراين. إكزوكراين تفرز إفرازاتها بدكت، أما الإندوكراين إفرازاتها مباشرة بتطلعهم وين؟ على الدم. بالتالي they release the hormone directly into bloodstream. A blood transports hormone throughout the body. Each hormone act only a certain kind of tissues called its target tissue. يعني شو الفكرة؟ هلا الهرمون هاد ماشي بالدم، هل أي خلية أو أي تشو بلاقيه بروح بيشتغل عليه؟ لا، هو بضل ماشي ماشي ولا إله علاقة بأي حدا لحد ما يروح على الخلية المعينة اللي إلها ريسبتور إله. تمام؟ فالهرمون هاد ما بيروح بيرتبط إلا على الخلية اللي بتكون حاطة على سطحها أو داخلها ريسبتور بخصه، بالتالي بيجي بيشتغل عليه، مش على أي خلية هيك بلاقيها قدامه بروح بيشتغل عليها. تمام؟ الهيومن اندوكراين جلاند، في عنا البيتوتري جلاند طبعا هي المين اندوكراين، في عنا الثايرويد باراثايرويد ادرينال جلاند، طبعا نعرف انه فيها مدلة وكورتكس، في عنا البنكرياس الفا والبيتا سيل، بيتا سيل مشان افراز الانسولين، الفا سيل مشان افراز الجلوكاجون، والتستس والاوفري عشان افراز الاندروجين والاستروجين. هلا هاد يعني كله بالمره مش مهم، نيجي وين؟ على الكيس بريزنتيشن. هو هون رح يجي السؤال على هاي الفكرة. هلأ بالنسبة للكيس الدكتور هون رح يجيب لكم سؤال، إما هايبوثايروتزم أو هايبرثايروتزم، بدك يكون مطلوب منك ممكن يسألك عن الديفرنشال دياغنوسيس، ممكن يسألك عن التريتمنت، الدوام نستخدمه، فهذا الشيء كله رح نشوفه الآن. هلأ بالبداية حكينا إنه مريض إجاك بنك سويلينج. النك سويلينج يا جماعة رقبته منتفخة، أنت بالبداية لازم تكون عارف وين الانتفاخ، برقبته من قدام ولا لا. مثلا ما هي رقبتنا في إلها ما هي بكل الاتجاهات، يعني لو كانت من ورا بس تبعد الثايرويد. تمام؟ فلازم يكون الانتفاخ موجود وين؟ بالانتيريور نيك. تمام؟ لأن هي موجودة من قدام. هاي أول شغلة. هذا السويلينج اللي برقبته مش دايما بدي أجي أول ما اطلع أنه الثايرويد جلاند موجودة هون معناتها هي مشكلة بالثايرويد، لا. هون أول ما أشوف المريض بهاي الحالة لازم مثلا أسأله عن التروما، هل في عندك في إشي ضربك، حادث صار معك إشي؟ لأنه ممكن يكون في عنده حادث وصار في عنده كسر بوحدة من السيرفيكال فيرتيبري وصار في عنده نزيف، ممكن هيك. فيش تروما، بروح أبلش أسأل، أحط ببالي إنه ممكن تكون مشاكل بالثايرويد جلاند، ممكن مش بالثايرويد، ممكن يكون في عنده لنفوما، ممكن يكون في عنده لنفادينايتس، مشاكل باللنفنود، لأنه ركبتنا من قدام مليانة لنفنود، فممكن يكون مشكلة من الثايرويد، ممكن يكون من اللنفنود. تمام؟ فلما أحكي نك سويلينج هو مصطلح عام بيختلف عن الجويتر. الجويتر انلاجمنت بالثايرويد جلاند نفسها، اما النك سويلينج انتفاخ بمقدمه مثلا ركبتنا، بس هاد شو مش معناه بشكل سبيسيفيك انه هو جويتر. تمام؟ هاي اول شغله نحكيها. بعد هيك مثلا شفنا هاي ليدي عمرها 33 سنه وفي عندها شو نك
لمب او نيك سويلينج. تمام. هلا بالبدايه بنروح نحط ديفرنشال دايجنوستس. حكيت لكم هاي الديفرنشال دايجنوستس بما انها نيك سويلينج ممكن احط ببالي مشكله بالثايرويد جلاند، اللارجمنت بالثايرويد جلاند جويتر عمل الانتفاخ بالنك. الشغل الثاني ممكن مشكله بالليمف نود، والشغل الثالثه ممكن مشكله بالثايرويد بس مش جويتر، انه ديفيوز اللارجمنت. يعني هلا الثايرويد جلاند ممكن نفسها كلها هي التشو اللي فيها يتنفخ، تمام، كلها تنفخ كاملة بشكل ديفيوز، هذا بنسميه جويتر. هلأ ممكن يكون الثايرويد هي نفس ما هي قاعدة، نفس الثايرويد نفس حجمها، لكن صار في عليها نوديول برموا عليها، ممكن تكون واحدة ممكن تكون أكثر من واحدة، رح نشرح لهم لتحت. بس مهم تكونوا عارفين إنه الجويتر بالأغلب بيكون ديفيوز انلارجمنت بالثايرويد تشو نفسه، أما النوديول هي نفس الجلاند وقاعد فوقها نوديول. تمام، هاي الشغلات اللي بحطها ببالي بالنسبه للديفرنشال. باجي الان بدي اخذ هيستوري من المريض. انت شو حطيت ديفرنشال ببالك بتروح تسال عنهم. طبعا نسينا نحكي عن ديفرنشال عن الكانسر كمان، ممكن يكون في كانسر بالثايرويد جلاند. تمام، فكل ديفرنشال حطيته ببالك بدك تسال عنه بالهيستوري. حطيت ببالك ممكن تكون في عنده جويتر مشكله بالثايرويد جلاند، بتروح تسال عن اعراض هايبو هايبر. طبعا بما انه حكينا عن الجويتر، مش كل مريض عنده جويتر لازم يكون عنده هايبو او هايبر، ممكن يكون ايو ثايرويد يعني نورمال ثايرويد هرمون ولا في عنده اي مشكله بس في عنده انتفاخ، هيك اجى على بالها تنتفخ. تمام، فبالنسبه لنا بدنا نشوف امراض. اذا شفت بحط ببالي جويتر فلازم اساله بالهيستوري عن اعراض الهايبوثايرويدزم، اعراض الهايبرثايرويدزم. بما انه شفت عنده ممكن يكون في عنده كانسر بالثايرويد جلاند فلازم اساله عن اعراض الكانسر، راح احكي لكم عنهم. ممكن يكون في عنده نوديول، بدي اشوف شو نوع النوديول الموجوده عنده، طبعا بالفيزيكال اكزام بتبين اكثر. وممكن يكون في عنده مشاكل بالليمف نود، ممكن كانسر عامل ميتاستاسيس، ممكن هيك اشياء. تمام، لازم اسال عن كل واحد منهم. هلا بالبدايه مثلا لو بدنا نسال عن اعراض الهايبو او الهايبرثايرويدزم، احنا بالاغلب او كطلاب او ان شاء الله لما تصيروا كلينيكال بتصيروا في هيك يعني بتحفظوا اشي بطريقه افضل، وبصير في عندكم استثمار للوقت بابعد الحدود، لانه بدك تفوت على ستيشن هيستوري معك خمس دقائق مع التوتر اللي انت بتكون فيه مع فقدان الذاكره اللي بيصيبك، بتصير هون لازم تستغل الثانيه، تعرف اهميه جزء الثانيه حتى. فهون انه مثلا انا عارفه انه طبعا انت المفروض اخذته هذا كله بالباث والفيسيو بكل مكان اخذته الاعراض، فانا مش جاي ادرسكم اياهم حاليا لانها محاضره كلينيكال بالنهايه. هون انت المفروض تكون في عندك قدرة على انك تكون فاهم انه اعراض الهايبو عكسها اعراض الهايبر. يعني انت عارف انه الهايبر بيعمل دايريا، الهايبو بيعمل كونستيبيشن، انت عارف انه الهايبر بيعمل ويت لوس، الهايبو بيعمل ويت جين مثلا، الهايبر كيف بيعمل الانكزايتي، كيف بيعمل الواحد بيكون انكشوس بيكون دائما معصب، اما الهايبر كيف بيعمل واحد ديبرست مود ويدوب ايباثي ويدوب معبر عن مشاعره بالمرة، كيف هذاك بيعمل cold intolerance، كيف هذا بيعمل heat intolerance. إذا لاحظتوا الآن أنه كلهم عكس بعض، فأنا لما بدي أجي أخذ history من المريض بدل ما أضل أسأله أعراض الهايبو، والله يا عمي عندك مثلا عندك إمساك، صار في عندك إمساك آخر فترة، بعدين إذا حسيت أنه أعراض الهايبو مش موجودة عنده بروح بسأله بعد ما أكمل كل الهايبو، صار في عندك إسهال آخر فترة، مش حلو هيك. الأفضل إنه عشان نكون مرتبين أكثر لما تيجي على المريض لا بتحكي له صار في عندك تغير بعادات الإخراج، صار في عندك إسهال أو إمساك، فهو لما يجاوبك أنت هيك بتكون أخذت العلامتين وأخذت كل شيء يعني. وبرضه أنت للحفظ هون أسهل لكم حاليا بالبيسك يعني، فلما يجاوبك المريض إسهال مثلا فأنت بتكون أخذت علامة السؤالين وبجاوبك واحدة منهم، فوداك بطريق مين؟ طريق انه يكون في عنده هايبر. برضو بتسأله هل انه بآخر فترة صار في عندك انه صرت تحس حالك بتحمى زيادة او بتبرد زيادة، فانت بتكون سألت سؤال الهايبو والهايبر. كيف مودك آخر فترة؟ هيك مزاجك آخر فترة صرت تحس حالك صرت عصبي ولا صرت تحس حالك انك فت مرحلة اكتئاب مثلا، وزنك زاد ولا قل او حاولت تنزله ما قدرت، فهاي كل الاعراض بسال عنها بهاي الطريقه. تمام، فنشوف شو في اعراض الدكتور كاتب لكم عنها. الفتيك، طبعا الفتيك بيكون بالهايبو وبالهايبر، بيكون في عنده كيف نسال المريض تعب عام. تمام، كولد انتوليرانس، كيف بيكون انه مش قادر يتحمل البرد بالتالي شو بضل بردان هذا الشخص، بالتالي بضل يلبس. منوريجيا، حكينا هاي عند الفيميل بيكون في عندهم هيفي بليدنج. تمام، الكونستيبيشن بالهايبوثايرويدزم، دراي سكن، بريتل هير اند نيل، هاي الاعراض بتكون بالهايبو بس اي تغير ضلوا حافظينها، تغير بالسكن تغير بالهير تغير بالنيل بتيجي مع الهايبو مع الهايبر. تمام، لكن بالاغلب لما يكون اي شيء دراي بيكون مع الهايبو اكثر.
اذا حكت لك المريضه لا مش معي بسالها عرض الهايبر، انه انا حكيت لكم لا اسالهم مع بعض. المهم تيجي هون هيت انتيرنس عكس الكولد دياريه، حكينا نيرفوسنس عصبي 100% منهم بيكونوا عصبيين. تمام، في شغله مهمه فكره التكي كارديو والبالبيتيشن. طبعا انا حكيت لكم مريض الهايبر ومريض الهايبر شرحتها كانه محاضره فيسيو على ما اذكر، الاثنين بيكون في عندهم شو، الاثنين بيكون في عندهم هايبرتنشن. مهم كمان يكون عارفين انه مريض الهايبر بيكون في عنده تاكي كارديا وبالبيتيشن، فبالتالي مريض الهايبر من الاشياء اللي بتعملها بالفيزيكال اكزام اول ما تشوف بتروح بتفحص له الراديال بلس عند الراديال ارتري، عند الراديال بتعرفوا انتوا الراديال الالنر والراديال هدول العظام اللي بالايدين، فعند الراديال ارتري بتروح تفحصوا له الراديال بلس. تمام، هاي كثير مهم عشان نشوف اذا في عنده خفقان ولا لا، لانه ممكن اذا في عنده هاي من اعراض الهايبر بتكون. بينما مريض الهايبو بيكون في عنده برادي كارديا، يعني بيكون في عنده أقل. تمام، هلأ لو ما في عنده، طبعا أنت بالعادة مش لو ما في عنده، لو ما في عنده بالعادة بتسأل كل الأعراض، يعني مشان لازم تسألهم كلهم. في من الشغلات اللي بحطها ببالي إنه يكون في عندك كانسر بالثايرويد. شو هي أعراض الكانسر؟ loss of appetite، بسأله إذا صار في عندك فقدان بالشهية أو لا. غير loss of appetite، weight loss، فقدان وزن. نايت سويتينج، هلا لما يحكي لك سويتينج تعرق من اعراض الهايبر ثايرويدزم، لكن النايت سويتينج تعرق خلال الليل، بيقوم المريض من النوم بيحكي لك، مش اي تعرق بيحكي لك اضطريت اني اغير اواعيي لانه حسيتها كلها صارت مي، فهي من اعراض النايت سويتينج اللي لها علاقه بالكانسر. كمان بيكون في عندهم طبعا الانوركسيا هي نفسها اللوس اوف ابيتيت، نايت سويت حكينا هاي الشغلات. غير هيك بتفكر بأعراض الليمفلود بس هو مش كثير مهمة. طبعا هون بالصورة الدكتور حاط لكم الأعراض، مثلا هدول الويت جيم الويت لوس عارفين لمين، هاي العصبية مع الهايبرثايرويدزم، بالبيتيشن مع الهايبرثايرويدزم، سويتينج مع الهايبرثايرويدزم، دايريا هايبرثايرويدزم. طبعا مرض هاي بوليفاجيا، مرضى الهايبرثايرويدزم حكينا بيكونوا نحاف بالرغم من انه شو بوكلوا كثير، فهاد شو بوليفاجيا. حتى في كثير ناس بيروحوا باخذوا ادويه باخذوا ثايروكسين بالرغم انه ما في عندهم هايبوثايروكسيم لحتى يتعالج نعطيهم ثايروكسين، باخذوه ليش؟ خصوصا في ميل، لانه بتحكي لك انه بفتح الشهيه باكل كثير وبضل نحيفه بنحف، فهذا إشي طبعا كثير غلط لانها بتعجب على جسمها، بس جد في كثير كونتر يعني باخذوها اوفر ذا كاونتر مشان انها تنحف الوحده براحتها. تمام، هلا نحكي عن هاي المريضه، ممكن حكينا انه عندها اعراض هايبرثايروكسيم، هاي المريضه بيكون في عندها ثايروتوكسوسيس. ثايروتوكسوسيس يعني هايبرثايرويدزم، اوكي بس بيختلف فيه بشغلات بسيطه مش شرط تعرفوها، بس انه ثايروتوكسوسيس زي الهايبرثايرويدزم. ماشي، اهم اسباب الثايروتوكسوسيس او اسباب الهايبرثايرويدزم هم عباره عن الجريفز ديزيز، توكسيك ادينوما، توكسيك مالتي نودولار جويتر، راح اشرح لكم اياهم واحده واحده. المهم تكونوا عارفين انه 70% من حالات الهايبرثايرويدزم هي عباره عن جريفز، والجريفز هو عبارة عن أوتو إميون ديزيز، بيكون في عنا أنتي بودي، بس الغريب مش زي الهاشيموتو، مش أنتي بودي بتكسر، لا هي أنتي بودي وكأنه بتجيب إشي بيساعد بشغل الثايرويد جلاند بخليها تشتغل أكثر وبصير يفرز معها. تمام، فهذا الجريفز 70% بيكون جريفز. هلأ شو يعني توكسيك مالتي نوديولار جويتر؟ توكسيك يعني نوديول بتفرز ثايرويد هرمون. تمام، مالتي نوديولار مش نوديول واحدة، أكثر من نوديول. جويتر عامله انلارجمنت، فانا في عندي انلارجمنت بالثايرويد جلاند، سبب هذا الانلارجمنت مش جريفز. تمام، سببه عباره عن نوديول، هل هي واحده؟ لا، هي مالتيبل، وهدول المالتيبل نوديول عمالهم عم يفرزوا ثايرويد هرمون. بتحكوا لي انه طب يعني هو في منهم نوديول ما بيفرزوا؟ اه في، وشو بنسميهم هذلاك؟ نون توكسيك مالتي نوديولار جويتر، بس الدكتور مش حاكي لكم عنهم، بس في. تمام، شو يعني توكسيك ادينوما؟ ادينوما توكسيك برضه معناته هي بتفرز الهرمون، ادينوما معناته انه فيها شو نوديول واحده، لما يكون في عندك اكثر من نوديول بتحكي مالتي نوديولر، ادينوما يعني سنجل نوديول. تمام، هاي اسباب الهايبر، عشان نعرف اي واحده منهم لازم نشوف بالاكزامينيشن. هلا مرضى الهايبر ثايرويدزم بكل الاسباب ادينوما جويتر كل الاسباب هاي او مالتي نوديولر جويتر وزي هيك، هدول بيكون في عندهم اعراض الهايبر ثايرويدزم العامه. مريض الجريفز بيكون في عنده أعراض الهايبرثايرويدزم العامة وعنده أعراض غيرها، أعراض خاصة سبيسيفيك بمرضى الجريفز مش بمرضى الهايبر، لا الجريفز من الهايبر بيكون في عندهم هاي الأعراض بالإضافة لأعراض الهايبر. إيش هم؟ أول شغلة بتكون تكونوا عارفينها هي عبارة عن الثايرويد أكروباتشي. ثايرويد أكروباتشي هي نفسها السودو كلابينج، مش الكلابينج ترى، مش فينجر كلابينج، هو ما وصل لمرحلة الكلابينج،
هي اسمها ثايرويد اكروباتشي او سودو كلوبينج. هلا طبعا مرضى السي في اس ار اس جي اي بتلاقي في عندهم فينجر كلوبينج، مرضى الثايرويد بتلاقي في عندهم سودو كلوبينج. المهم هذا الكلوبينج فينجر طبعا راح تشوفوا تتعرفوا ان شاء الله بالكلينيكال انه بتلاقي اصابعه لما يسكرهم على بعض الاظافر بسكروا، ما بيكون في عنده الضوء ما بيمشي تجاههم، في ويندو بتختفي، بتعرفوا بعدين. المهم تكونوا عارفين انه الثايرويد اكروباتشي خاصه بالجريفز ديزيز بالاصابع، تمام، بالاظافر بالاحرى. الاكزوفثالموس جحوظ العين، عينه بتلاقيها طالعه لبرا. كيف بتلاحظ على المريض؟ شايفين جماعه هون البؤبؤ، احنا المفروض بتوقف قدام الواحد فوق البؤبؤ مباشره بتلاقي في عنده رموش وخلص الجفن العلوي، ما بتشوف بياض العين فوق البؤبؤ، هذا الطبيعي. اما اذا لقيت بياض عينه فوق البؤبؤ واضح، هذا المريض بيكون في عنده اكزوفثالموس، تمام. طبعا في طرق للاكزامينشن حتى نتاكد منه. بريتيبيال ميكسيديما ايش يعني؟ بري حوالين، تيبيال تيبيا، مين هي التيبيا؟ عظمه بالرجل صح، باللج، عظمه باللج، راح المصطلح عن بالي، عظمه باللج، مش في عندنا تيبيا وفيبيولا، التيبيا. بريتيبيال ميكسيديما يعني في عندنا اديما حوالين التيبيا بهذيك المنطقه. طب شوي، طب مش مرضى الهايبو كمان بيكون في عندهم اديما وانتفاخ؟ بحكي لكم مرضى الهايبو ثايرويدزم كل جسمهم بيكون منفخ، لكن مريض الهايبر ثايرويدزم الانتفاخ بيكون خاصه مريض الجريفز عفوا، الانتفاخ بيكون وين؟ عند التيبيا، تمام. هاي كثير مهمه، فهاي المعلومات الكثير علامات خاصه بتكونوا عارفين الثايرويد اكروباتشي، الاكزوفثالموس، والبريتيبيا المكسديما. في عندنا غيرهم بس هذول انتم مطلوبين منكم حاليا. اشياء ثانيه ممكن نلاقيها بشكل عام، اجيتيشن اللي هي نفسها النيرفسنس والعصبيه، تاكي كارديا حكيت لكم عنها، والتريمور. تريمور هي عباره عن فاين تريمور، التريمور بتلاقيها عند مرضى الهايبر ثايرويدزم، حاط ايده بتلاقيها يعني من الفحوصات انه بتخليه يمد ايده لقدام، راح تلاقي ايده قاعده بتطلع وبتنزل، يعني قاعده بترجف، تمام. هاي بتخص الهايبر ثايرويدزم. لو المريضه عند الاكزامينيشن لقينا في عندها هايبوثايرويدزم، لما بروح بفحصها اول شغله بلاقي في عندها فتيك، طبعا عادي، تعب عام، اوبيزيتي منطقي، delayed tendon reflex. هلا في عنا deep tendon reflex يا جماعة، إنه إحنا منجيب الهمر اللي هو المطرقة، هاد إن شاء الله بالكلينيكال لما تستعدوا راح تشتروه، بتجيب الهمر بتبلش تضرب على تندون. لما تضرب على التندون المفروض إنه مثلا ضربته على البايسبس تندون، أنا حطيت البايسبس لأن المفروض الأغلب بعرفها والشباب والجيمات بعرفوها، بتحط على البايسبس تندون بتحط إصبعينك وبتضرب على إصبعك، طبعا عشان ما تأذي المريض تضرب حالك أنت إصبعك بتورم وبتروح مزورك إصبعك عادي، أما المريض المهم ما يتألم. المهم هيك الحياة، تضرب على إصبعك ومباشر لازم يكون في عين ريفلكس. هذا الريفلكس مثلا إنه إيدك تتحرك لفوق، مثلا الهاند ترفع لفوق، طبعا المفروض إنه الريفلكس يكون كثير ضعيف ويا دوب تشوفه، أنت بس بتحس تحت إيدك إنه ها العضلة إنه قبضت مثلا تحت إيدك. لو الريفلكس كان قوي بخبط وجهه من كثر الريفلكس، هذا لا، هذا بيكون عنده هايبر اصلا، الهايبر ريفلكسيا عند مرضى الهايبر ثايرويدزم. هايبر ريفلكسيا نفسها ديب تندون ريفلكس، ما بتحس بالمره ولا تحركت ايده بالمره، يعني وكانها مشلوله ولا لها علاقه بالضربه ولا حست بالضربه بالمره. فهذا عند مين؟ بيكون عند مرضى الهايبر ثايرويدزم، تمام. تمام، هلا كملنا انه اعراض الهايبو واعراض الهايبر، شفنا الاكزامينيشن، بدنا نفوت وين؟ على الانفستيجيشن، على اللاب. هلا باللاب شو بنلاقي عند المرضى؟ اهم هاد سؤال، يعني اذا ما جاوبوا على دورنا راح يجيبوا على دوركم. اهم انفستيجيشن بعمله لمريض لحتى اميز انه عنده هايبو او هايبر هو التي اس اتش، مش التي 3 ولا التي 4. اول مره بروح بوديه يفحص باللاب تي اس اتش، اذا لقيت في عنده مشكله بالتي اس اتش بوديه يفحص تي 3 تي 4. بس الاهم مين هو اهم انفستيجيشن؟ هو التي اس اتش، مش التي 3 ولا التي 4، تمام. هلا برضه بخليه يعمل الترا ساوند. هلا التي اس اتش شو الهدف منه؟ الهدف من التي اس اتش او من الهدف من هذه الفحوصات اللي بعملها انه اروح اشوف عنده التركيز. لو كان في عنده نقصان بالتي اس اتش معناته هو عنده هايبر ثايرويدزم، لو كان في عنده زياده بالتي اس اتش معناته ممكن يكون عنده شو هايبو ثايرويدزم. بعد ما اشوف انه في عنده مشكله بالتي اس اتش بوديه يفحص التي 3 والتي 4. ليه؟ لانه مرات ممكن المرضى يكون في عندهم مثلا نقصان بالتي اس اتش، يعني انا اشك انه شو في عندهم هايبر ثايرويدزم، والتي 3 والتي 4 عاليات، لكن لما تروح بتلاقي التي 3 والتي 4 نورمال، او تلاقي التي اس اتش عالي لما تفحص تي 3 والتي 3 والتي 4 تلاقيهم نورمال، فهذا ما بيكون عنده هايبوثايرويدزم، بيكون عنده سب كلينيكال هايبوثايرويدزم. فالهاي له سوالف ثانيه بس مهم تكونوا عارفين هاي الشغله انتو. فمثلا هون المريضه كانوا حاكين انه هو الستاندرد، هاي باغلب اللابات، هاي بحس الرقم مهم، باغلب اللابات التي اس اتش بيكون من نص لخمسه،
تمام؟ في لابات من 4 to 4 بس بالأغلب اللابات من 5.5. هون لقوه أقل من 1 to 10 يعني شو كثير قليل، بالتالي تي اس اتش قليل، بالتالي شو المرضى بيكون في عندهم هايبرثايروزم، ولقوا هدول مرتفعات. فالمريضة حسب اللاب تيست انه في عندها شو هايبرثايروزم. حلو، حسب الالترا ساوند بيجوا بفحصوه. طبعا المفروض انه انا وكاني فهمان الان بدي اجي اشرح لكم اياه، بس انا ولا بفهم هاي السالفه بمره. المفروض انه هون راح نلاحظ عند هدول المرضى اللي في عندهم هايبرثايروزم بيكون في عندهم شو الاشي اللي له علاقه بالدم، اعتقد حكوا عنه هون هايبرفاسكولارايزد. ايوه هي هاي فاسكولارايزيشن. شو يعني؟ المريض اللي بيكون في عنده جريفز ديزيز، الجلاند نفسها منفخة، التشو نفسه كبر، الجلاند نفسها تمام مش نوديول، هدول المرضى بتلاقي البلوت سبلاي عندهم بصير أعلى، تمام؟ لأنه بصير في عنده ديماند أعلى، فبلوت سبلاي بيكون أعلى. حتى إن شاء الله لما تشوفوا تصيروا كلينيكال بتصيروا تجيبوا السماعات وتحطوها على هاي المنطقة لحتى تسمعوا البروي اللي هو تيربلنت بلود فلو، من كثر ما هو في ضرب دم جاي على هاي المنطقة. طبعا هذا الشيء ما بصير بالنوديول، النوديول لا ما بيكون في عندها هاي فاسكولارايزيشن لأنها بالنهاية هي نوديول. بدناش نفوت بالمواضيع كثير. فحص ثاني بنطلب منهم يعملوا اي سي جي. ليش؟ لانه مرضى الهايبوثايروديزم رح تلاقي في عندهم شو بريديكارديا، مرضى الهايبرثايروديزم رح تلاقي في عندهم تاكيكارديا او اريثميا، وبالاحرى مين نوع الاريثميا؟ اتريال فيبريليشن. موست كومون كوز اوف اتريال فيبريليشن از ثايروتوكسوسيس. فالثايروتوكسوسيس كثير بيعمل اتريال فيبريليشن، فهدول انا بخاف عليهم كثير مرضى الثايروتوكسوسيس، فلازم بلش نعطيهم ادويه بالتبلوكر وسوالف مشان ما نعالج فكره الاتريال فيبريليشن. شو هو الاتريال فيبريليشن؟ رفرف بالقلب، الاتريوم ما بتكون قاعده تعمل كونتراكشن بشكل مزبوط، تمام؟ فالاتريال مرضى تخيلوا مريض في عنده هايبرثايروتيزم او ثايروتوكسوسيس، عمل عنده اتريال فيبريليشن ما عالجه، هدول مرضى الاتريال فيبريليشن لازم يضلوا ماشيين على انتي كواجولانت. ليه؟ لانه الاتريال فيبريليشن بيعمل كلوتينج، بيكون عرضه لتكون الخثرات كثير. جزء من الخثرات بينزل على الانتستين بيعمل عندهم اسكيميك كولايتس، جزء من الخثرات بيطلع على البرين بيعمل عندهم ستروك، فالشيء كثير خطير، فلازم نعالجه ونبلش نعطيهم الادويه، تمام؟ اخر مرحله، مرحله التريتمنت. التريتمنت فيه اكثر من شغله. هلا مريض الهايبوثايروديزم بيختلف عن علاج مريض الهايبر ثايروديزم. مريض الهايبر ثايروديزم هلا شو الاعراض اللي بيكون عنده؟ تريمر، بالبيتيشن، اعراض يعني سيمباثيتك سيستم كثير شغال. فشو بعطيهم؟ بالتبلوكر. هايبر ثايروديزم بعطيهم بالتبلوكر مشان نخفف من الاعراض اللي بيعملها، مين هو؟ البروبانولول، تمام؟ لكن مرضى الهايبو ثايروديزم هون مخربط، مش هايبر، الهايبو. مرضى الهايبوثايروديزم بعطيهم انتي ثايرويد. شو يعني؟ بعطيهم ادويه تشتغل مشان تثبط الثايرويد جلاند. مين هو اشهر دواء والدواء الوحيد الموجود بالاردن؟ احفظوا، هو عباره عن الكاربيميزابور. بطل يطلع لفظ ما شاء الله، كاربيميزول، مش عارفه شو طلعته، كاربيميزول. اذا الكاربيميزول هو الدواء الوحيد الانتي ثايرويد الموجود بالاردن. في دواء ثاني بس مش بالاردن. مين هو اللي هو البروبيل ثايروسيل؟ بروبيل ثايروسيل هذا الدواء بس مش موجود بالاردن. هذول عباره عن انتي ثايرويد. اذا الانتي بعطيهم للهايبو، بيتا بلوكر لحتى اخفف من اعراض الهايبر، تمام. هلا مريض الهايبوثايرويدزم الدواء اللي بياخذه هذول اللي هم الانتي عفوا شوي شوي انا خربطت اشي كاني لا كاني خربطت اشي هو انا حكيت لكم عدلوها. لا امبلا، مريض الهايبرثايرويدزم هو اللي بعطيه انتي ثايرويد، عفوا يا ريت حدا يكون انتبه، مريض الهايبر هو اللي بعطيه انتي ثايرويد اللي هم هذول الدوايين، تمام؟ هايبر بثبط وبرضه بعطيه البيتا بلوكر لحتى اخفف من الاعراض اللي بعملها، تمام. الدواء الوحيد اللي موجود بالاردن حكيناهم. المرضى الهايبرثايروديزم العلاج ما مرضى الهايبرثايروديزم مش خلص طول حياته عنده هايبرثايروديزم، بتروح بتعطيه مثلا كاربيميزول مده 6 شهور، بعد 6 شهور المريض بطيب، تمام. 70% بنتهي عندهم المرض. في مرضى برجع عندهم مره ثانيه، اذا رجع عندهم مره ثانيه ما برجع اعالجهم بادويه، خلص اعطيناهم فرصه ادويه وما زبطت معهم. شو بروح بعطيهم؟ راديو ايودين ثيرابي. هذا الراديو ايودين هي عباره عن اشعه يود، اشعه تمام، بيروحوا بسلطوها وين؟ عنك، وكانهم شو بيدمروا، بموتوا الثايرويد جلاند. الله معك، بنودعها خلص. بتيجي تحكي انت انه شوي، طب ما انت لانه كان عنده هايبر ثايرويدزم اعطيته الراديو ايودين ثيرابي لحتى تعالجه، طب ما انت دمرت الثايرويد جلاند، طب وشو بده يصير بالثايرويد هرمون؟ ما بنفرز. فشو بصير في عندهم؟ هايبوثايرويدزم. ونتيجه لهيك بضلوا طول حياتهم ماشيين على ادويه الهايبوثايرويدزم، خلص رح تصير لاخر العمر.
طب انه هي الشغله يا جماعه ريسك بنفيت ريشيو، يعني هو كان عنده هايبر، حاولت اعطيه ادويه ما زبط معه، شو اعمل؟ اعراض الهايبر كثير خطيره، يعني اما بعمل له سيرجيكال مثلا بعمليه بشيل جزء من الثايرويد جلاند، فبرضه رح يصير في عنده اعراض هايبو، او بالراديو ايودايد ثيرابي، يعني فيش عنده غير هدول الحلين. بحكي لكم على الاقل انه مريض الهايبو على الاقل يعني تعطيه دواء بضل ماشي عليه طول حياته ووضعه تمام، فعلى الاقل اهون من اعراض الهايبر اللي ما استفاد للدواء، يعني اعطيته دواء ما استفاد ورجع مره ثانيه، شو بدي اعمل له؟ يعني رح يعاني كثير، فلا هداك انه احرقها او موتها بدل ما تفرز الهرمونات بشكل بيكون اهون على المريض. تمام، مريض الهايبو ومريض الهايبر حكينا الثيروتوكسوسيس، مريض الهايبوثايروتيزم بيستمر علاجهم مدى الحياه. تمام، هيك المفروض كملناهم. هلا هيك وما بعد بصراحه مش مهم، غير كم معلومه عن هون بالاخر بس نقراهم على السريع. بيتيوتري جلاند هي راوند جلاند مش مطلوب منها هون، لوكيتد بيهايند البريدج من البيزل بريم مش مهمه، سيكريت ديفرنت هرمون افكت ديفرنت اريا الجروث بلود بريشر ريجوليتوري فيها شيء مهم، وهي كل هاي الشغلات هي مش حاجه اشرح لكم اياها بصراحه لانه خلص انتم المفروض مسترتوها. ثايرويد جلاند بتكون موجودة بالنك عرفنا، بتفرز لنا هرمونات تي 3 تي 4 برضو بتفرز الكالسيتونين حكينا من البرا في الكريسل، الفانكشن لإلها ميتابوليزم بنعرف essential for normal physical and mental development over secretion of thyroxine result in hyperthyroidism under secretion hypothyroidism هاي السوالف صارت قديمة. برا ثايرويد جلاند حكينا وين بتكون موجودة، بتكون embedded بالposterior part من الثايرويد جلاند. الاندر سكريشن للباراثايرويد هرمون بيعمل هايبوكالسيميا بنعرف، لانه الباراثايرويد هرمون بيساعدنا بنرفع الكالسيوم فنقصان بيعمل هايبوكالسيميا، اوفر سكريشن بيعمل هايبركالسيميا. الموست كومن كوز اوف هاي كالسيوم از هاي باراثايرويد هرمون، متى؟ بحالات الادينوما، يعني مرض في عنده باراثايرويد ادينوما باراثايرويد جلاند صار فيها ادينوما فبصير في عنده شو زياده بافراز الباراثايرويد هرمون بالتالي هايبركالسيميا. هلا المشكله بالموضوع هي شو فكره انه لو المريض مثلا كان عنده هايبرثايرويدزم واضطريت انه اجيب سيرجيكال واعمل انسجن اشيل جزء منها، ممكن انت لما شلت جزء من من الثايرويد جلاند بتكون شلت جزء مثلا شلت وحده من الثايرويد مش وحده، ممكن تكون شلت وحده او اكثر من وحده من الباراثايرويد جلاند فانت راح تاثر عليها. بس الحلو انه هيك حكي لكم الدكتوره هون أسوأ الاحوال الجراح، يعني سواء مشكله بالباراثايرويد او مشكله بالثايرويد بدك تعمل هيك، او اي سبب بيخلي انه انت تقدر او تحتاج او غصب عنك انك تتخلص جزء من هدول الباراثايرويد جلاند. بأسوأ الاحوال ثلاث غدد ونص، نص واحده بتكفي انها تكون انها ترفع الكالسيوم بالدم. تمام، المفروض ما يكون على النص، شيل الأربعة بصير يزرع نص واحدة بالفور. بصراحة هاي الشغلة بعرفش عنها، يعني كيف حكي مش فاهمة الاشي أنا أصلا. هلا الأدرينال جلاند بعرف إنه أنتوا أخذتوا إنه بالأغلب إنه الكورتيزول بتصنع من الفاسيكولاتا، هم بأغلبهم بس بالأغلب الفاسيكولاتا، بس إنه المهم تكونوا عارفين، يعني مش هالمعلومات المهمة هون بصراحة، يعني مش جاي أشرح لكم هاي المعلومات أنا بهذا الريكورد. الأيلاند أوف لينجرهانت بتكون موجودة بالبنكرياس، الهرمونات اللي بتنفرز بنعرفهم، نعرف شو وظيفة الإنسولين ووظيفة الجلوكوز مش مهم. هلا نحكي شوي عن الديابيتس. الديابيتس ميليتس هو عبارة عن كلينيكال سيندروم كاركتيرستيك باي انكريز بلد جلوكوز، بنعرف هايبرغلايسيميا. ديابيتس هاز ماني كوز بات از كومونلي ديو تو تايب 1 اند تايب 2. تايب 1 ديابيتس از كوزد باي اوتو ايمين ديستركشن اوف انسولين برودوسينج سيل بالبنكرياس، بالتالي شو بصير في عندهم ابسوليوت انسولين ديفيشنسي. شو يعني تايب 1 ديابيتس؟ هدول بيكون في عندهم اوتو ايمين ديزيز، انتي بودي قاعده بتروح على البيتس اللي بالبنكرياس بتكسرها، بالتالي ما في عندنا افراز للانسولين، بالتالي مرضى التايب 1 دايابيتس شو بيكون علاجهم؟ انسولين، باخذوا ابر انسولين بالبطن، يعني هدول بيحزنوا بحسهم اكثر من التايب 2 بصراحه، هدول مجبورين يضلوا على الابر طول حياتهم. تمام، لكن التايب 2 دايابيتس تصنيع الانسولين طبيعي، لكن في عندهم ريزيستنس، مشكله بالريسبتور، مشكله بالخلايا مش قادره تدخل الانسولين او مش قادره تستخدم الانسولين لحتى تكون النواقل اللي بتخص الجلوكوز وتدخل الجلوكوز وهيك، يعني مش قادرين يستجيبوا بس هو موجود، فاكيد مش راح اعطيهم انسولين هذول الاشخاص، يعني الانسولين موجود عندهم. هذول شو نعطيهم؟ اورال هايبوغلايسيميك دراج، انه بس نحاول ندخل الجلوكوز الخلايا. تمام، هلا هون شو بيكون في عندهم؟ نقصان بالانسولين، حكينا انسولين ريزيستنس. تمام، هدول الفاكت مهمين، every five هدول يعني إشي مش مهم قد ما هو بيحزن، يعني كل 5 ثواني شخص بنصاب بالديابيتس، كل 10 ثواني شخص بموت نتيجة الديابيتس، كل 30 ثانية لمب بصير لها amputation نتيجة الديابيتس، نقطع رجل ولا إيد بعيد الشر بصير في عندهم جانجرين دول أشخاص، فكل 30 ثانية بصير في عندنا بتر لأشخاص.
طبعا دايابيتس هو عبارة عن سيفير وبيكون ريسك للفاميلي ومش كثير مهم. most common cause of end stage kidney failure and loss of vision هو الدايابيتس، لانه عرفنا بنعرف احنا الدايابيتس في عنده ثلاثي، شو هو؟ ريتينوباثي ونفروباثي ونيوروباثي. فعلى عيون بصير في عندهم ممكن يؤدي الى فقدان البصر، kidney failure، وممكن بالاعصاب عندهم شو؟ يفقدوا حاسه الاحساس بالاطراف. تمام، رجع هون دكتور يحكي لكم على السريع عن الهايبو والهايبرثايرويدزم. الهايبوثايرويدزم هي عباره عن كومن كونديشن لها علاقه بشو؟ اوتو اميون ديزيز. طبعا الموست كومن كوز للهايبوثايرويدزم هو الهاشيموتو ثايرويدايتس، والموست كومن كوز للهايبرثايرويدزم هو عباره عن الجريفز ديزيز. تمام، علاج الهايبو، طبعا اهم اسباب الهايبو لو بدك تاخذ هيستوري من المريض ممكن كثير انه هو كان في عنده، تيجي تاخذ منه تلاقيه كان في عنده هايبر او كان عنده جريفز او كان عنده كانسر، اما من نارو انسجن عمليه او عرضنا للراديو ايودين ثيرابي فبالتالي صار في عنده هايبو. يعني ممكن يكون عنده جريفز، عالجنا الجريفز فصار في عنده مثلا هاشيموتو زي هيك. تمام، اريا من ايودين ديفيشنسي اندميك تكون عارفين افكتد بروكسيميتلي 6 او مهم نكون عارفين انه ويمن ار افكتد تقريبا 6 اضعاف الذكور، هاي مهم نكون عارفينها. الهايبرثايرويدزم حكيت لكم الموست كومن هو الجريفز ديزيز. في عندنا اشياء ثانيه زي الادينوما والمالتي نودولر جويتر. ثايرويدايتس مور كومن ان بارت وورد وير ريليفنت فايرال انفكشن. شو يعني؟ افهمكم، من اسباب الهايبرثايرويدزم هي الثايرويدايتس. شو يعني ثايرويدايتس؟ يعني في عندنا شو زي ما تحكي انت انفلاميشن، صح؟ هلا هذا الثايرويدايتس في عندنا نوعين، هم اكثر من نوع بس اهم اثنين نوعين. واحد منهم بنسميه ال سب اكيوت فايرال ثايرويدايتس، يعني المريض ينصاب بانفكشن بتساله بتلاقيه قبل فتره كان انفلونز، بتساله بيكون في عنده فايرال انفكشن، بعد هذا الفايرال انفكشن صار في عنده شو سب اكيوت فايرال ثايرويدايتس وعمل عنده هايبرثايرويدزم. او الحاله الثانيه اللي يكون شو الوحدة حامل خلفت لها سنه، يعني سنه بعد الولاده بتكون احتماليه انها شو بنسميها بوست بارتم ثايرويدايتس. هدول السب اكيوت طبعا هاي بعد سنه من الولاده بتكون عرضه انه يصير في عندها اعراض هايبرثايرويدزم ثايرويدايتس. تمام، سواء البوست بارتم ثايرويدايتس او السب اكيوت ثايرويدايتس او اللي هو الفايرال، الاثنين بيعملوا شو هايبرثايرويدزم. تمام، حكيت لكم هاي المعلومه لانه هون حاكي لكم انه المنطقه اللي بيكون فيها فايرال انفكشن اكثر، ليش؟ لانه الفايرال انفكشن بيعمل ثايرويدايتس. تمام، خاصه بالنورث امريكا. حلو حلو، هيك بنكون كملنا المحاضره، يعطيكم العافيه وبالتوفيق يا اثر. وهيك جد المفروض انه انا اكون كملت لكم شرح، فان شاء الله ما اكون قصرت معكم باي ماده. يعطيكم العافيه وبالتوفيق لكم جميعا.